السلام عليكم. هنبدأ نتكلم دلوقتي على الجزء بتاع الستلايت موشن. الستلايت اللي هو القمر الصناعي، كان أنا عندي الأورس والماس بتاعتها ام أورس وحواليها ستلايت بيلف. فدي الموشن اللي احنا هندرسها، ان أنا عندي فيه سام أوبجكت والأوبجكت ده روتيتنج. طبعا ممكن الكلام ده برضو ينطبق على المون، لأن المون برضو بيلف حوالين الأورس، وممكن كمان الكلام ده ينطبق على أي بلانت، مثلا أي كوكب زي اللي احنا شايفينهم دول، مثلا ميركوري، مارس، أي بلانت، أي كوكب من دول. طب ما هو بيلف حوالين السن، يبقى احنا هنتكلم النهاردة كلام كده يصلح لأن هو الروتيتنج أوبجكتس بشكل عام. علشان نتكلم على الروتيتنج أوبجكتس دول أو الأجسام اللي بتلف، محتاجين نراجع السيركولار موشن. هعمل ريفيجن صغير للسيركولار موشن. هتخيل ان انا عندي اوبجكت، والاوبجكت ده اهوت موجود هنا وبيلف على سيركل. فاول حاجه محتاجين نتعرف عليها هو يا ترى الاوبجكت ده بياخد تايم قد ايه عشان يعمل سيركل كامله. التايم ده بنسميه البيريود. يبقى اول حاجه هنتعرف عليها التي كابيتال، اللي هو البيريود، اللي هو التايم بتاع complete cycle، the time of complete cycle. يعني عشان يلف لفة كاملة ويلف الدايرة دي كاملة، يا ترى بياخد زمن أو time قد إيه؟ طيب الـ object ده هيعمل ماشي بـ velocity اسمها v، زي ما احنا شايفين كده، دي بنسميها الـ linear velocity اللي احنا متعودين عليها، الـ linear velocity. وعنده كمان velocity تانية بنسميها الأوميجا، اللي هي الأنجولار velocity. الأنجولار velocity بالعربي يعني السرعة الزاوية، يبقى الأنجولار جاي من أنجل velocity. الأنجولار velocity نديها رمز أوميجا، ودي عبارة عن الأنجل. يا ترى مثلا هو مشي أنجل قد إيه؟ ثيتا. مشيها في تايم تي، يبقى انا اديفايد الثيتا على التي. بس عشان ما نبقاش ولا عندنا ثيتا ولا عندنا تي، طب ما احنا عارفين ان الاوبجكت ده بيلف زي ما بعد ما عرفت خلاص وبقيت عارف البيريود، هو بياخد تايم تي عشان يلف لفه كامله. طب هو لما يلف لفه كامله هيكون مشي انجل كام؟ ما هو هيكون مشي انجل 2 باي. يبقى انا لو عملت سبستيتيوشن على الثيتا ب 2 باي هيبقى التايم بتاعنا هو تي. يبقى انا هذه الايكويشن اللي انا هعرفها الاوميجا انها 2 باي على تي، يبقى دي اسمها الانجولار فيلوسيتي. طب اليونت بتاعتها ايه الانجولار فيلوسيتي؟ هي انجل بير سكند، يبقى راديان بير سكند، يبقى راديان بير سكند. طيب كلام جميل. ايه تاني عايز اعرفه عن الاوبجكت اللي بيلف ده؟ عايز اعرف بقى اللينير فيلوسيتي، الفي. يا ترى اللينير فيلوسيتي اللي احنا متعودين عليها دي، اللي هي distance per time، distance per time. شوف كده، هو هيكون مشي ال distance دي كلها، اللي هو لف اللفة كلها، اللي هي circumference 2 pi r. ما انا فارض ان هو بيلف على circle، الradius بتاعها اسمه ايه؟ circle الradius بتاعها اسمه r. هيكون خد time اسمه t cap. يبقى كده distance على time، ادي linear velocity distance على time. هتخلي بالك كده وتبص معايا لو مركز. طب ما انا طلع لي 2 باي على تي هنا، وال 2 باي على تي دي انا كنت لسه مسميها اوميجا. يبقى انا اقدر اقول ان في علاقه، في سم ريليشن ما بين اللينير فيلوستي والانجولار فيلوستي. العلاقه بينهم ايه؟ انه الفي بتساوي الاوميجا ار. يبقى السرعه العاديه دي او السبيد الفيلوستي هي عباره عن الانجولار فيلوستي مضروبه في الراديوس اللي الاوبجكت ده بيلف عليه. طيب هو ايه اللي مخلي اصلا الاوبجكت بتاعي يلف في سيركل؟ اللي بيخلي الاوبجكت بتاعي يلف في سيركل حاجه اسمها سنتريبيتال فورس. لازم في فورس شداه كده ناحيه السنتر، عشان كده هو بيفضل يتحرك على سيركل. يعني وهو هنا هيبقى مشدود بالفورس في الدايركشن ده، وهو هنا هيبقى مشدود بالفورس بالدايركشن ده. الفورس دي دايما بيربنديكولار كده على الموشن بتاعته، يعني الفي بتاعته دايما بتبقى كده، الفي هنا كده، الفي هنا كده. يبقى هنلاحظ في السيركولار موشن اليونيفورم اللي احنا بنتكلم عليها، ان الفورس دايما
السنتريبتال فورس دي لو انا سميتها اف سي انها توورد السنتر، وان الفيروسيتي دايما تانجنت للسيركل، الفيروسيتي دايما تانجنت للسيركل في اللي هو بيمشي بيها، والماجنيتيود بتاع في هنا زي الماجنيتيود بتاع في هنا زي الماجنيتيود بتاع في هنا. الماجنيتيود بتاع في كونستانت لا يتغير ما دام هو عند الاوربت ده بيلف في المدار ده، يبقى عند النقطة اليمين زي النقطة الشمال زي في أي حتة، يبقى الـ V هنا زي هنا، عشان كده بنسميها orbital velocity، ساعات بنسميها orbit مرتبطة بالorbit. طيب الـ centripetal force دي قلنا لو هي موجودة هتحرك الأوبجكت بتاعنا، يبقى أنا عندي force والفورس دي سميناها centripetal force. طب ما هو ما دام في فورس يبقى اكيد في اكسلريشن، لان الفورس بتساوي المس في الاكسلريشن، والاكسلريشن اكيد الدايركشن بتاعها زي الفورس، الاكسلريشن الدايركشن بتاعها هيبقى كده ما زي الفورس بالظبط، دي سنتريبيتال اكسلريشن هي كمان هتبقى دايما مع الفورس. طب الاكسلريشن هيساوي ايه؟ هنا بقى هكتب معادله ممكن تكون ما سمعتش عنها او سمعت عنها قبل كده، وزود بروف وتربط من غير اثبات، يعني انا هقولها من غير اثبات، ان الاكسلريشن هي في سكوير على ار. لو انا عندي امتى الريليشن دي بتظهر؟ الريليشن دي بتظهر ان لو انا عندي اوبجكت والاوبجكت ده بيلف على كيرف، هيلف على دايره او على مسار كيرف ليه كيرفيتشر راديوس ار، هذا نصف قطر المدار اللي هو بيلف فيه، يبقى الاكسلريشن في سكوير على R. يبقى احنا الايكويشن دي ممكن نثبتها من الميكانكس، بس احنا مش هنضيع وقتنا فيها دلوقتي عشان نعمل لها اثبات او بروف، انا allowed ان انا استخدمها على طول. طب ما هي ال V دي اقدر اشيلها واحط مكانها اوميجا سكوير في R سكوير، لان جبت ال V هنا اهي وعارف ان ال V بتساوي اوميجا R، يبقى الاكسلريشن هيطلع لها شكل تاني ان هي اوميجا سكوير R سكوير ديفايد على R، تطلع لنا ايه؟ تطلع اوميجا سكوير ار، يبقى ادي الشكل الثاني اللي ممكن استخدمه للاكسلريشن. يبقى احنا دلوقتي اتعرفنا على شويه حاجات اساسيه بالنسبه للسيركولار موشن، هنستخدمها بقى دلوقتي في الموشن بتاعت الساتلايت. طب هو انا مطلوب مني ايه بالظبط ادرسه في الموشن بتاعت الساتلايت ده؟ انا مطلوب مني ان انا اعرف للساتلايت ده ثلاث حاجات في الحقيقه. محتاج أعرف الفيلوسيتي بتاعته، الفيلوسيتي بتاعت الساتلايت ده كام؟ محتاج أعرف ال، محتاج أعرف البيريود اللي هو التايم تي، البيريود اللي بيعمله علشان يعمل سيركل كاملة كام؟ وعايز كمان أعرف الإنرجي بتاعت الساتلايت، الإنرجي بتاعت الساتلايت. يبقى احنا عندنا ثلاث أسئلة، سؤال واحد، سؤال اثنين، سؤال ثلاثة، هنبدأ نجاوب عليهم بالترتيب، نتوكل على الله ونبدأ في أول حاجة. فين الأوبجكت بتاعنا؟ الساتلايت أهو، أدي الساتلايت، أسمي الماس بتاعته M، خلاص وأنا في بالي إن دي الماس بتاعة الساتلايت. طيب هو مثلا بيلف هنا حوالين الأورث، يبقى أدي الماس بتاعة الأورث. طب هو بيلف عند الراديوس اوف ذا اوربت، ده مهم جدا، اللي هو المسافه من الساتلايت لحد السنتر بتاع الايرث، هي دي المسافه اللي بتخش معاك في حساب الجرافيتيشنال فيلد. خلي بالك ان الحته اللي هي اللي فوق سطح الارض اللي هي من هنا لحد الساتلايت فوق كده، كل الديستانس دي بنسميها التيتيود، اللي هو نفسه الهايت، كلمه هايت او التيتيود معناهم ارتفاع، يبقى معناها ان ده الارتفاع فوق سطح الارض. هبدا اكتب الايكويشن الاساسيه اللي هي اول حاجه، اول مطلوب مني وعايز اجيبه تو جيت الفيلوسيتي. نبدا الحروف بتاعنا، هنبدا نجيب الفي. هبداه ازاي؟ هقول الجرافيتيشنال فورس هتساوي الماس في الاكسلريشن، الماس طبعا بتاعت الساتلايت. طيب الجرافيتيشنال فورس اعوض عنها ازاي؟ هي دي جي، ما انا خدتها بقى وعارفها، الماس بتاعت الارث في الام بتاعت الساتلايت، وهقسم على الديستانس، ديستانس منين لفين؟ من الساتلايت للسنتر بتاع الارث زي ما قلنا، من الساتلايت لحد السنتر بتاع الارث. الكلام ده هيساوي ايه؟
الماس بتاعت الساتلايت في الاكسلريشن اللي هو ماشي بيه. طب انا هنا بقى اهو لازم اشيل الاكسلريشن واربطها بالفيلوست، ما انا عايز اجيب الفيلوست. طب ما احنا قلنا انه الاكسلريشن لو انا بتحرك على سيركولار موشن هي في سكوير على ار، فبس حط لي هنا في سكوير على ار عشان نعرف نجيب الفي. طب ما الام دي هي نفسها الام دي، والار اقدر اشطب لي ار من هنا مع ار من هنا. تعالى نبروز اول ريليشن وصلنا لها، ان في الفيلوسيتي بتاعت الساتلايت ايكوال سكوير روت جي ام ايرث على الار اسمه. تعالى بقى نشوف كده كل حاجه موجوده في الايكويشن دي هو مين. اول حاجه هنبص عليها هنلاحظ ان الماس اللي موجوده هنا ما هيش الماس بتاع الساتلايت، يبقى اذا الفيلوسيتي بتاعت الساتلايت دي independent يعني لا تعتمد على الماس بتاعت الساتلايت خالص. يبقى اذا هو ممكن يطلب مني الفيلوسيتي بتاع الساتلايت من غير ما يديني الماس بتاعه. ما انا مش عاوز، كل ما الماس اللي موجوده هنا هي الماس بتاعت البلانت، الماس اللي موجوده هنا هي الماس بتاعت البلانت، الكوكب اللي الساتلايت ده بيلف عليه. ما هو زي ما قلنا مش شرط يكون بيلف حوالين الارث، ممكن يبقى عندي ماس بتاعت اي بلانت وادي الساتلايت بيلف، يبقى الام اللي هنا هتبقى الماس بتاعت البلانت. يبقى كل ما الماس بتاعت البلانت ده كبرت الفيلوسيتي بتاعت الساتلايت حصل لها ايه؟ هنلاحظ انها بتزيد. طب ليه؟ طبعا لان كل ما الماس ما بتزيد بتاعت الساتلايت ده معناه انه قادر يشد، قادر يعمل اتراكشن فورس كبيرة على الساتلايت ده، ولما الفورس بتكبر يبقى الفيلوسيتي على طول بتكبر، لان زي ما قلنا الاكسلريشن هتكبر والاكسلريشن مرتبطة بالفي. يبقى دي اول حاجة محتاجين نبقى عارفينها، انه الساتلايت الفيلوسيتي بتاعته لا تعتمد على الماس بتاعته هو، بتعتمد على الماس بتاعة البلانت اللي هو بيلف عليه. طب يا ترى الار ده اللي هو الديستانس اللي الساتلايت موجود عندها بعده عن السنتر بتاع الارث، كل ما الساتلايت ده يبعد مش يبقى كده تاثير الجرافيتي عليه بيقل؟ متوقعين الفيلوسيتي بتاعته هيحصل لها ايه؟ هنلاحظ ان لما ار يكبر الفيلوسيتي هتقل. ما هو لان الجرافيتيشنال فورس هتقل، يعني لو الساتلايت ده راح فيري فار اواي، راح بعيد جدا جدا، ده هنلاقيه يعني الجرافيتيشنال فورس عليه بقت بزيرو، ده معناه انه خلاص هيمشي بقى في ستريت لاين، مش هيلف في سيركل اساسا، هيبقى بعد خالص وخرج يعتبر اسكيب من الجرافيتي. يبقى ادي اول ريليشن جبناها وعايزين نبروزها معانا اللي هي الفي بتاعت الساتلايت. اتعرفنا على كل حاجه فيها وعرفنا دي طبعا واحده من المعادلات المهمه جدا. طيب تاني حاجة عايزين نجيبها اللي هي ايه؟ تاني حاجة قلنا عايزين نجيب التايم البيريود تو جيت تي. هعمل ايه عشان اجيب تي؟ هبدأ من نفس الايكويشن بتاعتي، اف جرافيتي هيساوي الماس في الاكسلريشن، ودايما ببدأ من الايكويشن دي لو قال لي ستارت فروم فيرست برنسبل او ابدأ من الاول. جي ام ايرث في ام على R سكوير، دي هي الجرافيتيشنال فورس بتساوي الماس بتاعت الساتلايت. الاكسلريشن المرة دي ممكن اشيلها واحط مكانها اوميجا سكوير R، اصل الاوميجا دي مرتبطة بالتي. لو حد فاكر ان انا كنت لسه كاتبة ان الاوميجا 2 باي على تي، يبقى الاكسلريشن بتساوي ايه؟ يبقى الاكسلريشن اوميجا سكوير يعني 4 باي سكوير على تي سكوير في الR، عوض عنها بقى بالايه؟ بالشكل الزحمه الكبير ده كده، واشطب الام مع الام كانسل ويز ايتش از. طيب ما انا كده ممكن اكتب تي سكوير في طرف وبقيه الحاجات في الطرف الثاني، ويبقى كده جبنا ثاني ايكويشن عايزين نبروزها معانا. تي سكوير هيساوي 4 باي سكوير على جي ام ايرث، وهيطلع لنا هنا R باور 3. هقول لك بقى القانون ده جميل جدا، وواحد من القوانين حتى اللي مشهورة باسم كيبلر ثيرد لو. يبقى ده الثيرد لو بتاع كيبلر. بيقول ايه الثيرد لو ده؟ بيقول T سكوير بروبورشنال ل R باور 3. كل ما الستلايت يبعد R تكبر، كل ما T يكبر هو كمان. ما احنا قلنا انه هيبطأ
ومعنى ان هو يبطأ او الفيلوسيتي بتاعته تقل اكيد انه هياخد تايم كبير. طب ايه الحاجات التانية اللي عايزين ناخد بالنا منها من القانون ده؟ عايزين ناخد بالنا من اليونتس اللي هنعوض بيها. الار هنا لازم يكون بالمتر، والماس دي تكون بالكيلوغرام، والتايم المفاجأة هنا ان هو لازم يكون بالسكندز. ناس كتيرة جدا بتغلط، لو مديني تي في الاورز ولا بالمينتس اعوض بيه زي ما هو، لكن I have to use it هنا ايه بالسكند، لازم اعوض بالثواني. يبقى لو انا عندي اي زمن لازم احطه بالثواني. طيب حاجة من الحاجات التريكي او المشهورة بمناسبة البيريود ان احنا خلصناها، قبل ما نخش على تالت حاجة مطلوبة اللي هي الانرجي، هقول لك ان في حاجه اسمها جيوسينكرونس ساتلايت. مين ده؟ ده مشهور جدا، ولو جاب لي الكلمه دي يبقى خلاص معتبر ان انا فاهم مين الساتلايت ده. جيوسينكرونس بالعربي يعني متزامن، متزامن يعني ماشي زيه بالظبط، معاشي معاه في الزمن. فاحنا لو عندنا ساتلايت هنا وعايز يراقب ريمين فوق حته معينه فوق سطح الارض، ده بيراقب سيرتن سبوت، بيراقب اريا معينه من سطح الارض وعايز يفضل يراقبها ويصورها مثلا، يبقى عايزينه يفضل remain over the same point on the earth، عايزينه يفضل يراقب الحته دي. يبقى ده معناه ايه؟ معناه انه لازم يمشي زي الحته دي ما بتمشي بالظبط، لازم يفضل متزامن معاها، synchronous معاها، synchronized معاها. طب ما احنا عارفين انه الارث بتلف، في ناس دايما بتتفاجئ من المعادله دي، ايه ده الارث بتبقى ايه ده؟ الارث بتاخد 1 day يعني 24 ساعه to complete one cycle عشان تلف لفه كامله حوالين الاكس بتاعها. يبقى الحته دي هتلف كده وترجع تاني في نفس المكان بس بعد 24 ساعه. يبقى ده معناه ان الساتلايت هو كمان لازم لو عايز يفضل بقى متابعها لازم يلف زيها بالظبط. يبقى انا لو قال لي ان ده جيو سينكرونس ساتلايت، يبقى انا كانه بيقول لي ان التي بتاعت الساتلايت على طول 24 hours 24 ساعه. زي ما قلت لك ان بتاع الساتلايت لازم اعوض بالسكند، يبقى هحول اضرب في 60 يبقى بالمينت، وبعدين اضرب في 60 تاني عشان يبقى بالايه؟ بالسكند. يبقى احنا هناخد التايم بتاع الارث اللي هو احنا بالنسبه للارث طبعا حافظينها، دي بتاعت الارث محفوظه ان الارث بتاخد 1 day او 24 ساعه عشان تعمل complete cycle. لكن لو بتكلم على اي planet تاني هو ينفع؟ ينفع يكون عندي بلانت تاني؟ اي عندي اي بلانت اهو ام بلانت، وعايز برضو اراقب حته معينه وهحط الساتلايت كده فوقيها واقول لك ان الساتلايت ده جيو سينكرونس مع البلانت ده. يبقى احنا نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده انه لازم يديني التايم بتاع البلانت، البلانت بيلف حوالين نفسه في تايم قد ايه. اول ما يديني التي بتاع البلانت ده أقول إن هو ده نفسه تي بتاع الساتلايت. طب أنا المفروض حافظ التايم بتاع البلانتس دي كلها اللي في السولار سيستم؟ لا طبعًا، مش مطلوب منك إنك تبقى حافظها لأنه هتبقى أكيد جيفن، لكن اللي أنا لازم أبقى عارفها هي دي، إنه التي بتاعت الأرث بالذات 1 day أو 24 hours. دلوقتي بقى لنا الحته بتاعت الانرجي، تالت حاجه قلنا عايزين نعملها هي الانرجي بتاعت الساتلايت. انا هفرض ان انا عندي الساتلايت ده اهو موجود على مسافه اسمها ار سمول من السنتر بتاع الارث، وان انا عندي ادي الام ارث، وان الماس بتاع الساتلايت زي ما قلنا مسمينها ام سمول، وعايزين نجيب الكاينتيك انرجي بتاعت الساتلايت ونجيب البوتنشال انرجي بتاعت الساتلايت. طيب تعالى نبدا كده باول ستيب، الكاينتيك انرجي بتاعت الساتلايت. طب ما الكاينتيك انرجي ها بتاعت اي اوبجكت هاف ام في سكوير. طب هل انا عارف معلومه عن الفيلوسيتي بتاع الساتلايت؟ ايوه احنا كنا لسه جايبينها وقلنا ان هي بتعتمد على الاوربت اللي هو بيلف عليه. يبقى هنلاحظ انه الكاينتيك انرجي بتاعت الساتلايت،
بنكتب هنا الساتلايت عشان نفضل فاكرة إن إحنا بنحسبها للساتلايت، يبقى هاف إم جي إم إيرث على آر، تعالى نوضبها شوية، يبقى هاف جي إم إيرث في إم على آر. هذه أول حاجة الكاينيتك إنرجي بتاعت الساتلايت شكلها إيه. وخلي بالك إنها طلعت الشكل ده مخصوص بالذات إمتى؟ ساعة أما عوضنا عن الفي بالمنظر ده، طلعت الكاينيتك إنرجي بالشكل ده عشان أنا عوضت عن الفي بالشكل ده. طب هو الشكل ده طلع لي إمتى؟ طلع لي لما يكون الأوبجكت بتاعي ماله روتيتنج، طلع لي لما الأوبجكت بتاعي يكون ماشي في سيركل. يبقى أنا لو عندي الأوبجكت بتاعي روتيتنج أو ماشي في سيركل بيلف بالعربي أهو، يبقى الفيلوسيتي بتاعته هيبقى شكلها كده، وساعتها الكاينيتك انرجي اقدر اكمل واشيل الفي واحط مكانها وبتاع. لكن الشكل العام طبعا بتاع الكاينيتك انرجي اللي هو لاي اوبجكت سواء بيلف او ما بيلفش هي هاف ام في سكوير. لكن اذا كان الاوبجكت بتاعي روتيتنج بيتحرك في سيركل هيطلع الشكل ده. طيب تعالوا نعمل البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي بتاعتنا هنا هيبقى شكلها ايه؟ البوتنشال انرجي احنا كنا قلنا ان احنا لو عندنا الارث واي اوبجكت الماس بتاعته ام بيبعد مسافه عن السنتر بتاع الارث ار، اقدر اكتب اليو على طول ماينس جي هي نيجاتيف لان احنا قلنا ان الاوبجكت بتاعنا باوند او مرتبط بالارث، ام ارث في ام وهقسم على ار. ادي شكل البوتنشال انرجي. تعال شوف كده يا ترى في علاقه هنا بالنسبه للساتلايت، احنا بنحسب الحسبه بقى للساتلايت، يا ترى بالنسبه للساتلايت الشكل ده والشكل ده بتاع الكاينيتك انرجي والبوتنشال انرجي في اي علاقه ما بينهم؟ هنلاحظ ايوه الجزء ده كله هنا موجود وزيه هنا بالظبط، يبقى العلاقه ما بينهم ايه؟ اه لا ده العلاقه واضحه، ان الكاينيتك انرجي تعتبر هاف، ادي الفاكتور هو ده الفرق البوتنشال ان، وهحط المودلس ده عشان ايه؟ اشيل النيجاتيف ساين من البوتنشال ان لان انا عارف ان البوتنشال انرجي نيجاتيف. يعني لو جيت انا عارف ان عندي ساتلايت بيلف كده، نعمل بالارقام مثال، وتخيل ان انت جيت حسبت البوتنشال انرجي بتاعته اللي انت عارف انها نيجاتيف، طلع نيجاتيف 20 جول، مين ده؟ ده اليو البوتنشال انرجي. هقول لك يبقى انت متوقع على طول ان الكاينيتك انرجي بتاعتها نص الرقم ده، يبقى الكاينيتك انرجي بتاعتها من غير ما اقعد احسب تاني واعوض في المعادلات كام؟ على طول 10 جول. والحاجه اللي تفكرني ان بالساين انه الكاينيتك انرجي اولويز بوزيتيف، خليك فاكر انه الكاينيتك انرجي اولويز بوزيتيف، عمرها ما تبقى نيجاتيف، دايما بوزيتيف، لانها هاف ام في سكوير ده اساسها، فالفي سكوير حاجه باور 2 بوزيتيف، الماس دايما بوزيتيف، يبقى الكاينيتك انرجي دايما بوزيتيف. البوتنشال انرجي هي هنا اللي احنا بنشتغل معاها نيجاتيف، وقلنا معناها ان هي باوندد. طب لو انا عرفت ان الكاينيتك انرجي ماينس 20 وان البوتنشال انرجي قلنا ماينس 20 والكاينيتك انرجي كام، يبقى التوتال انرجي كام؟ التوتال انرجي بتاعت اي اوبجكت اجمع البوتنشال انرجي على الكاينيتك انرجي. طب لو جمعنا ده على ده يطلع كام؟ يطلع نيجاتيف 10 جول. الله ده نفس الرقم زي الكاينيتك انرجي بس بالنيجاتيف ساين. تعالى نعمل لها بروف كده مع بعض، تعالى نعمل سبستيتيوشن. احنا قلنا انه الكاينيتك انرجي شكلها جي ام ايرث في ام على 2R، وقلنا انه اليو اللي هي البوتنشال انرجي ماينس جي ام ايرث في ام على R. تعالى نحسب التوتال انرجي ونتاكد من الكلام ده مع بعض. طب ما هي التوتال انرجي عباره عن الكاينيتك انرجي بلس اليو اللي هي البوتنشال انرجي، يبقى نعوض جي ام ايرث في ام على R ماينس جي دي الكاينيتك على 2، عوض عن الكاينيتك اهو، وعوض عن اليو نيجاتيف زي ما هي بالساين بتاعتها وكل حاجه، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي
ان التوتال انرجي تطلع. طبعا انا ممكن اخد جي ام ايرث في ام على ار كومن، هيتبقى لنا هنا ايه؟ هيتبقى لي هاف ماينس 1. طب ما هاف ماينس 1 ده هيطلع لنا ايه؟ ماينس نص، اللي هي ماينس 1 اوفر 2. يبقى احنا التوتال انرجي بيطلع شكلها زي الكاينتيك انرجي، بس واحده بوزيتيف اللي هي زي ما قلنا الكاينتيك، الكاينتيك عمرها ما هتبقى نيجاتيف. طب والبوتنشال انرجي؟ البوتنشال انرجي دايما نيجاتيف، وهي دبل الكاينتيك انرجي. يبقى احنا كده لمينا الريليشن ما بين الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي والتوتال انرجي. بس خلي بالك ان التوتال انرجي شكلها كده امتى؟ للساتلايت بالذات بيطلع المنظر ده، او افكر نفسي بانه اي روتيتنج اوبجكت، اي روتيتنج اوبجكت زي مثلا المون، زي الايرث، زي الحاجات اللي احنا قلنا عليه. يعني لازم يكون الاوبجكت بتاعي بيلف علشان التوتال انرجي بتاعته تاخد الشكل ده، والا الكاينتيك انرجي برضو مش هتاخد الشكل ده الا لو هو بيلف. يبقى احنا طلعنا دلوقتي special relation، علاقة خاصة للتوتال انرجي. امال العلاقة العامة للتوتال انرجي لأي object بقى، دي اقدر اقول انها مثلا للساتلايت او اي object بيلف، لكن التوتال انرجي لاني object، اي object بشكل عام، هي الكاينتيك هاف ام في سكوير. وساعتها الفي بقى مش شرط يكون انا في علاقه ما بينها وما بين الراديوس ولا اي حاجه، والبوتنشال انرجي ماينس جي ام ايرث في ام على ار. شكل البوتنشال انرجي ثابت ما بيتغيرش سواء الاوبجكت ده كان بيلف او ما بيلفش، لكن الكاينتيك انرجي هي اذا كان بيلف الفيلوسيتي بتاعته بتاخد شكل معين، وبالتالي بتطلع لنا الشكل السبيشال بتاع الانرجي بالمنظر ده. طيب انا كده طبعا خلصت اللي انا عايز اقوله دلوقتي. اقدر اقول لكم ثانك يو وباي باي، جود لك، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.